غادي نديرو اليوم تركس بيتزا. عندي مطيشة، عندي البصلة، غادي نديرهم في هاد الهاشوار، في هاد المهم في الطحانة على بركة الله. عندي فلفلة حمراء وخضراء كيما تشوفو، عندي التومة، عندي فلفلة بنة الحمراء والخضراء. غادي نطحن ونتلاقاو باش نخلطو معاهم الكفتة. وها الصوص ديالي ديال التركس بيتزا واجد. من بعد ما طحن عندي الخليط على داك الشكل، دابا كنزيد الكفتة كما كتشوفو. القياس كل واحد على حسب القياس ديالو. المهم انا درت هذا القياس، نتوما تقدروا ديروا القياس اللي بغيتو، ثلاثة مطيشات، أربعة الفلفلة، المهم داكشي على حساب داكشي اللي عندكم. الكفتة انا عندي عاد القياس، غادي ندير على هذا القياس هذا. كما كتشوفوا درت التحميرة، درت الحار، درت الملحة، ودابا انا كنقلب ديك الصوص ديالي هكا تيجي. ودابا غنمشيو نعمرو البيتزا ديالنا ان شاء الله يا ربي. هذه التركس بيتزا، هذا الصوص ديالها وعلى بركة الله. هذا تركس بيتزا، انا العجينة كانت عندي مهونة. المهم كتكوروها كويرات صغار وتطلقوها مزيان، خاصها تكون رقيقة. وغادي نجيبو ديك الصوص وغادي نبداو نسرحو فيه على بركة الله. بسم الله. المهم هي العجينة خاصها تكون رقيقة باش عي كدخلوها ضاغية كتحمر من تحت وكتخرجوها. والفران خصو يكون سخون ما امكن. خصنا ندير نخدم بيدي حيتاش ضروري هاد المرحلة هادي، خصها الواحد يدو. على بركة الله كتحاولو تسرحو ديك الصلصة كاملة على الوجه ديال البيتزا. انا درتو معاه على هاد القياس هدا، نتوما تقدرو تكبرو تقدرو تصغرو، كل واحد كيبقى لي حرية الاختيار. ولكن اللي مهم هو خص العجينة تكون رقيقة بزاف حيتاش عي كدخل دغيا خصها طيب. الكفتة هاديك راه دغيا تطيب، راكم عارفين الكفتة مع الفلفلة راها مطحونة ومطيشة والبصلة. صافي هذا ما كان الشكل ديال البيتزا ديالي على هاد الشكل هذا كيكون. ودابا الى الفرن ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا من بعد ما طلقتها، هذه درتها كبيره كما كتشوفوا. الحجم كيبقى على حسب كل واحد واللي بغى، بغاهم صغار بغاهم كبار. المهم نتوما لكم حريه الاختيار. الترك بيتزا ديالي من بعد ما كطيب راه كتجي على هاد الشكل هذا كما انتما كتشوفوا. ديك الساعه كيعمروا هاد الدراري باش ما بغاو. المهم كطويوها كيديروا كيديروا فيها الشلاضه اوكي طويوها. وعاد ترك بيتزا انا ما حمرتهاش من تحت مزيان، دابا باقي غادي يزيدوها في الطبق على الطرف. المهم ترك بيتزا على هاد الشكل كتجي، ها انتما كتشوفوا، ها انتما كتشوفوا راه رقيقه واخا ما تحمرش راه رقيقه، راها طايبه زعما اللي بغيت نقصد لكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. فضلا لايك عمر لايك تعليق ابوناي باش يبقى يشوفكم كلشي. وشكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده، حتى الفيديو القادم ان شاء الله يا ربي.